نعود إليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك. معكم غيدة جبيلي وربيعة زعوق من مجلس النواب. انتهت الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس للجمهورية، طبعا من دون التوصل إلى انتخاب فعلي لرئيس الجمهورية. وفي التصويت حصل ميشيل معوض على 38 صوت، 37 للورقة البيضاء. عصام خليفي حصل على 8 أصوات، لبنان الجديد على 6 أصوات، زياد بارود صوتين، الميثاق 9 أصوات، وصلاح حنان صوتين، توافق صوتين، وثلاث أوراق ملغات. كما حصل أيضا ميلاد أبو ملهب على صوت واحد، مما يعني من بعد صرخ بالقاعة الله أكبر الله أكبر، مما أثار يعني ضحك عند الرئيس نبيه بري ليكون التعليق. تخيل كان صوت سامي للنائب سامي اللي أكد أو قال بأنه أصبحت نوع من المسخرة. خلينا نشوف تعليقات النواب من بعد انتهاء هذه الجلسة، يعني إذا قدرنا أن نتمكن أن نقرب ل البوديوم نقدر ناخذ بعض التصريحات. فينا نوقف؟ انا هنا اسف بكل سوء العلوم. مطرح واحد حقني انت. يلا شو بدك قلبي؟ خلينا نشوف مين من النواب بلشوا يخرجوا من هيدي الجلسة العاشرة مثل ما قلنا لانتخاب رئيس للجمهورية، من دون التوصل إلى هذا الانتخاب بشكل فعلي. بدي أوقف بس قدام، فينا نوسع شوي؟ تخدمونا؟ ببين يا خيي لك من كمية أنا قرب كاميرتك. خلينا نجرب ناخذ بعض النواب اللي عم بيقربوا. شو رايك بالجلسه اللي صارت اليوم؟ تشبه اللي قبلها، ويعني حنشوف عيدكم الرئيس بري بالاخر، ونحن بنعيده وبنعيد كل اللبنانيين. ان شاء الله هالعيد يمرق على خير، وبعد العيد نوصل لنتيجه. ليه رحتوا على شيء فعلي او جدي بعد العيد؟ جلسه مجلس الوزراء. لا، وحليفكم يعني هالقد عم تنفصلوا عنه، صرتوا تذكيرا بانه هيدا الشيء اللي تذكيرا انه الميثاق والشراكه الوطنيه هو اساس لبنان، وانه نحن اليوم ما بنقدر نعيش براتهم، فكان يمكن بحاجه انه نقول انه نحن اللبنانيين نعيش من هذا الميثاق وهذه الشراكة، وعلينا أن نحافظ عليها. طب هل وزير جبران باسيل اليوم يستجلب تسوية قطرية فرنسية؟ يعني اليوم وجوده في قطر وعم نشوفكم أنه مثل هيك ناطرين شيء، يعني عم ينشغل شيء، هل تنتظرون تسوية قطرية فرنسية؟ أذكرك باللي كان يقوله الرئيس بالـ 89 عون، بدنا جمهورية ما بدنا الرئاسة. إذا هيدي التسوية لمصلحة لبنان بناخدها من وين ما كان، بنبرم كل العالم كرمالها. حوار داخلي وبتستجلب تدخل. أبداً. مين رفض الحوار الداخلي؟ أنتوا رفضتوا الحوار، ليش الرئيس بري على معقولة توافقوا على حوار آخر بعد العيد؟ الحوار في معروف مين رفض الحوار، نحن من الأساس مع الحوار، ودائماً نحن مع الحوار، ودائماً ساعيين إلى التلاقي والحوار، وإنما كنا عملنا ورد أولويات وبرمنا على كل الكتل النيابية. يعطيك العافية. فإذا عم نشوف تعليقات اليوم من النواب من بعد انتهاء هيدي الجلسة. خلينا نشوف شو بيقولوا، وهل سيختلف المشهد من بعد الأعياد. بختام هيدي الجلسة كان هناك اكتفى الرئيس مجلس النواب نبيه بري بالتعليق بأنه كل سنة وأنتم بخير. نشوف كتلة التيار الوطني الحر أيضا. لا تعبر حقيقة عن الوجهة التي ستستقبل عليها. لن ننسى
نحن بعدنا معكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك. من بعد ما انتهت الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس للجمهورية حسن ميشيل معوض على 38 صوت، الورقة البيضاء على 37 تفوق على الورقة البيضاء، ولكن فينا نقول بأن الحظوظ ليست جيدة. عم نشوف مثل كأنه هيك النواب اجوا تيروحوا، يعني بمعنى انه ما عارفين انه ما حيكون في اي جديد يقدموه اليوم. دكتور علي فياض عضو كتلة الوفاء للمقاومة، اذا كما سمعت يعني دكتور علي هناك، خلينا يعني نشوف الحزب يعني حزب الله اليوم شو معقولة يقول من بعد هيدي الجلسة. يعني رفض الحوار وعدم انعقاد جلسات الحوار بيعني بأنه لحظة التوافق لم تلبى. هل سيطول أمد هذه الأزمة؟ مش مبين بالأفق القريب أنه في نافذة الضوء يمكن أن تشكل خرقا في هذا الاتجاه. الأخطر أنا برأيي هو نقل النقاش إلى المستوى لمستوى التدويل ودعوة لاستجلاب التدخل الخارجي في هذا الملف. هيدا برأينا يزيد الأمر تعقيدا ويضيف إلى موضوعات الانقسام الداخلي موضوع جديد. ليس هناك من مصلحة في هذا الأمر، الحل يجب أن يكون داخليا. ما في شيء بيمنع الاستعانة ببعض الصداقات على المستوى الإقليمي، لكن الحل يجب أن يكون ترجمة لإرادة داخلية. للأسف الشديد لغاية اللحظة مش مبين أنه شروط وظروف الحل الداخلي قد ولدت. علينا الانتظار، لكن من المؤسف أن يطلق يقول هذا الأمر دون أن يبدو هناك أفق واضح في هذا الاتجاه. بس حاجة عن جنوب لبنان اليوم خطوات عملية خلال هاي الفترة وما بعد الأعياد. هلأ أنا أعتقد أنه خطوط التواصل دايماً عم تضل مفتوحة بين القوى، لكن على مستويات أحياناً منخفضة وأحياناً حارة. هلأ في فترة الأعياد مش مبين أنه في حركة نشطة في هذا الاتجاه، كله راح إلى العام الجديد. طبعا انا لا اعتقد انه كما يفكر البعض انه سيكون هناك يعني تباطؤ او تباعد في الدعوات لجلسات الانتخاب، لا، هذا تنفيذا للدستور ستبقى هذه الدعوات، لكن مش مبين انه نحن على عتبه مرحله رممت الجره مع توصل اي نتيجه، وبالتالي هي دعوه بيعتبروها حتى يمكن مشبوهة. شو بتقولوا انتم بالنسبة لهذا الموضوع تحديدا، وهل هناك امكانية لدعوة ثالثة من قبل الرئيس بري للحوار؟ لك خلينا نحكي بواقعية وبهدوء. التوازنات في المجلس النيابي لا تتيح لفريق واحد ان يتحكم في هذا المسار، حتى لا تتيح للتحالف ان يتحكم في هذا المسار. اذا يجب ان تتفاهم القوى فيما بينها. كيف يمكن لهذا التفاهم ان يقوم من غير حوار؟ نحن بنعرف تماما بأن شروط الحوار مش سهلة، والظرف الذي يدفع بالحوار كي يكون منتجا أيضا قد لا يكون متوفر بكامل شروطه، لكن على الأقل يجب أن نفتح المسار الحواري الذي يتصل بالاستحقاق. شو تعليقكم اليوم على مقتل جندي تابع لليونيفل في الجنوب؟ هيدا يعود لدولة الرئيس نبيه بري، لكن فيما لو دعا نحن حاضرون. شو تعليقكم على اللي صار بالجنوب؟ فإذن عم نشوف موقف حزب الله اليوم من هيدي الجلسة والدعوة للحوار. كنا عم نشوف هيدا التعليق، خلينا نشوف شو تعليقات النواب ايضا من بعد ما عرفنا انه نحن رايحين على جلسات اخرى ومتتالية. استغفر الله العظيم. خلينا يعني ما تواخذونا اليوم على التوتر اللي عم بيصير قدام الجلسة. بنعرف بأنه هناك اكتظاظ بالإعلام، و
خلينا هيك نجرب انه ناخذ بعض التعليقات من النواب اللي خرجوا بالجلسه كلهم من ورا. عم نشوف كتلة التغيير ايضا خرجوا بهيدي الاثناء. سنشوف تعليق اليوم ابراهيم النايم ناطرين للاستحقاق الرئاسي ناطرين وحي خارجي. بردون شوي بس فيك أنا أخذ معاملة مثل الخلق على كاميرتي. عم نشوف القوات اللبنانية عم تخرج بهيدي الأثناء، كتلة القوات اللبنانية أيضا اللي كانت قد اعترضت على الحوار اللي كان قد دعا إليه الرئيس نبيه بري. بإطار الحوار اللي ما بده يتحاور بيكون هو مسؤول عن تأخير هذا الأمر. المسألة مش رمي اتهامات ومسؤوليات بقدر ما هي تحسس بخطورة اللي عم نمرق فيه، لأنه اللي عم يرفض الحوار هو عارف ضمن أنه اسمه أو المقترح تبعه مش ماشي. سؤال عن عهد الرئيس إلياس سركيس. نحن ببروجرام الرئيس مع سامي كليب، شو بتتذكر من عنده؟ سؤال ما عندي والله. يعني إنه خلص نحن أصبحنا فقط ننتظر كلمة السر من الخارج. نحن بالنسبة لنا مش هيك، بعدنا بكل لحظة بنمد إيدنا لحتى نحكي مع الناس. استمع على مسؤولية كل الكتل النيابية اللي للأسف جزء أساسي منا اليوم ما تجاوب مع دعوة الحوار وبلش يعطيها أبعاد مختلفة، رغم أنه الرئيس بري كان حريص بشكل واضح على أنه هذا الحوار معني بالتوافق أو محاولة الاتفاق بين القوى الأساسية على مرشح أو مرشحين للانتخابات الرئاسية. للأسف أجهدت هذه المحاولة إلى غير رجعة. يعني هذا كان آخر محاولة للرئيس بري. اللهم أني بلغت مش على هذه القاعدة بس، الرئيس بري عمل محاولتين بهذا الإطار وما بعتقد اليوم على الأقل بالمعطيات الحالية أنه في ظروف لدعوة لتسوية قطرية فرنسية. عم تطلب أنه كل النواب يكونوا بالمجلس وبالتالي المفاوضات بتصير داخل المجلس. هينا أول شيء مش حوارات لا ثنائية ولا ثلاثية، حوارات لكل الكتل والنواب الموجودين بالمجلس بيتمثلوا بيقعدوا على طاولة وبيحكوا بطريقة عاقلة ومنطقية حول كيفية التفاهم خلال الجلسة. هذا حكي هن بيعرفوا تماما انه غير واقعي وما بيستند لأي معيار بالدنيا من معايير التفاهم. تيار الوطني الحر قال انه هو مرفض الحوار، هل كان شيء انتوا عندكم يعني ما بدنا جواب منه؟ لأنه هن قالوا هون نحن ما رفضنا. ما بدنا ندخل بسجال مع حدا على الإطلاق، لكن كانت المواقف معلنة بالإعلام. بالخطوات العملية للفترة اللي جاية خلص هلا صار معروف من هلا لرأس السنة ما في شيء، بعد رأس السنة شو الخطوات العملية؟ الرئيس بري بده يستكمل دعوة المجلس. ليه معين جلسة جديدة؟ ماشي في فترة هلا فترة أعياد وغيرها بأي وقت بيعملوا. الرئيس بري كنت عم تقلنا بده يستكمل دعواته للحوار، ولكن بده يستكمل دعواته لجلسة انتخاب. لجلسة الانتخاب هلا بصير في اتصالات، بتتغير الظروف بتتغير المعطيات. هذا مرهوم بوقته. اتصالات دولية فيكون يعني قطر الجانب القطري فتحكم بموضوع العماد جوزيف عون او اي في مبالغة في مبالغة كبيرة بالحديث الإعلامي ويمكن ببعض الدوائر السياسية
عن مشاريع او خطط خارجيه. هيدا الامر هيدا الامر مش مبني على معطيات حقيقيه. ربما يكون في اهتمام من بعض الدول بالاستماع لوجهات النظر. ما سمعنا من اي طرف خارجي على الاطلاق موقف حاسم تجاه اي مرشح من المرشحين، وبالتالي بتبقى هذه المسؤوليه بالدرجه الاولى مسؤوليه لبنانيه. هل الميثاق هو رد على جلسه مجلس الوزراء؟ كنا قد استمعنا الى النائب علي حسن خليل، ميشيل معوض حضر لكلمه لإلقاء كلمه. ما في شيء جديد، ولسوء الحظ نحن رايحين على ننهي هيدي السنة من دون رئيس جمهورية. اللي صار اليوم يعني إعادة لجلسات سابقة، صوت بالطالع صوت بالنازل مش مهم. يمكن اللي عم بيصير انه الفارق بين من اسبوع ومن اسبوعين لليوم هو انه الدولار صار ب 43,000 بوقت انه كان بال 35 37 38 40. يعني كل يوم ورا يوم وكل يوم تأخير اللبنانيين عم بيدفعوا ثمن غالي لعدم وجود رئيس جمهورية. أنا اليوم يعني ما بدي كتر كلام لأنه ما بدي أعيد نفسي، ولكن بدي أتوجه لللبنانيين وللبنانيات وللقوى السياسية اللي عم تنتخب، لأنه اللي صار اليوم إلى جانب تهريب الجلسة كمان مزح وضحك بطريقة مش عم تحترم المؤسسات ولا عم تحترم مجلس النواب ولا عم تحترم جدية هذا الاستحقاق ولا عم تحترم معاناة وألم الناس وألم اللبنانيين. تنقدر نتقدم بدنا شيء من اثنين، أو بدنا نعمل خرق بالنقاش الحوار بدكن ياه بين القوى السياسية، وأنا برأيي تنعمل خرق بدنا نوقف التكاذب. بدنا بدل ما يكون النقاش على شكل الرئيس ومين هو الرئيس، بده يكون النقاش الحقيقي على شو مطلوب من الرئيس. هل بدنا رئيس محاصصة يأسس لحكومة محاصصة ونضلنا مثل منا ونزيد مزيد من الانهيار، أو بدنا حقيقة تغيير؟ هل أنا مقتنع أنه نحن قادرين نغير، لبنان قادر يطلع من الأزمة اللي موجود فيها، المودعين قادرين نرجع نسترد لهم مصرياتهم، قادرين نطلع من حالة الفقر، لبنان قادر يرجع يلعب دوره بالمنطقة، بس هيدا بده يتطلب استعادة للثقة، استعادة لهيبة الدولة، واستعادة مصارحة بيناتنا كلبنانيين. أو من تاني ميل بدها القوى المعارضة على تنوعها تتحمل مسؤولياتها وتناقش بين بعضها تنقدر نوصل الى توحيد لهذه القوى، لانه طالما نحن مفتتين مش عم نقدر نعمل خرق. فاذا الخرق بده يكون يا هيك يا هيك. انا حاستفيد من هالاسبوعين ثلاثه تقدر اعمل تواصل مع اكبر مروحه من القوى السياسيه الممكنه تنحاول نوصل على سنه جديده مع رئيس سياده اصلاحي قادر يعمل فرق ونقدر. ولا قلت انه بدي اعمل اكبر مروحه من المناقشه وبنرجع نناقش بعد ما يصير ما تصير الامور طالعه. يعني يبدو انه الكل ناطر برا، يعني هذا الواضح. انا شخصيا شي قطر شي سعوديه شي امريكا شي ايران شي كل ناطر برا. انا حاولت ما نضحك على بعض. انا حاولت من اول لحظه بتقديم ترشيح حول عنوان اساسي اسمه لبنانة الاستحقاق، وبين انه ما كنت ناطر حدا لهذا الترشيح. بتعرفوا بتتذكر؟ طيب بس تبلش من هون.
أنا قدمت ترشيح على قاعدتين، القاعدة الأولى هي لبنانة الاستحقاق، والقاعدة الثانية أنه نناقش جديا الحلول للمشاكل اللي عم بيعانوها كل اللبنانيين. يعني مش فريق من اللبنانيين عم بيعاني من الفقر، ولا فريق من المودعين عم بينسرقوا مصرياتهم كل يوم، كل اللبنانيين عم بيدفعوا هذا الثمن. قدمت على الطاولة وأنا بعرف شو الصعوبة، قدمت طرح مبني على قاعدتين أو على عمودين، أولا اللبناني، وثانيا طرح الإشكالات كما هي. يعني مش نجي نحاول نلاقي حل، مش حل، نحاول نلاقي مرشح أو رئيس يكون بيصير انتخاب رئيس بلبنان. طيب بس بالطريقة اللي عم بيصير في انتخابات رئاسة بلبنان، هيدي الطريقة عم تأدي لتعطيل. بدي ذكرك سنتين ونص آخر مرة وسبعة أشهر قبلها، يعني التعطيل عم بيزيد. اثنين، محاصصة بين القوى السياسية، هالمحاصصة بتأدي لأوطى قاعدة مشتركة بيناتهم، بس مش عم تحل أزمة اللبنانيين. يعني الطريقة اللبنانية التقليدية اللي عم بيتبعوها الأحزاب، أولا عم تجيب رئيس بعد تعطيل طويل، وثانيا مش عم تجيب حلول للبنانيين. اللي عم حاول أطرحه هي طريقة مختلفة تنقدر نلاقي حل لكل اللبنانيين. يعطيكم العافية. صار وقت نحن نحكي، صار وقت نحن نحكي. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشنال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك، هذه هي الأجواء من مجلس النواب، جلسة عاشرة لانتخاب رئيس للجمهورية بسنة 2022. سيكون هناك جلسات في 2023 بالسنة الجديدة وبعد انتهاء الأعياد. منشوفكم بخير. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة. كانت معكم غيدة جبيلي وربيع الدعوة.